السلام، ايش في مصطفى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم جمهورنا الغالي على تويتش وعلى الانستغرام. في ناس متنمرين هنا زي ما انتم شايفين. ماني متنمر انا، والله متنمرين من الطراز الاول. طيب معنا 7500 شخص، ما شاء الله، جوالي بطيء في التحديث، 200 شخص مشرفينا جميعا. نعتذر على التاخير. شكرا للمقدمه الجديده اللي انتم شفتوها، نشكر المصمم وصلنا ليفل 3 هاي بترين. قبل لا نبدا، شكرا لكل من عزى، كل من ارسل على تويتر، على انستغرام، على تويتش، على تويتش، حتى في تويتش ما مضيع علي الحين، هم يكتبون. شكرا لكم على تويتش، على انستغرام وتويتر وسناب واتساب. للي ما يعرفت، كان توفى عمي صالح الله يرحمه يغفر له يا رب، كان العزاء ودفننا الاربعه والحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. نعتذر منكم على التاخير في الفيديوهات في القناه وكل شيء، كل الفيديوهات اللي نزلت اساسا كانت مصوره قبل يوم الثلاثاء، فهذا اللي قدرنا ننزله، وامس ما قدرنا ننزل شيء فالسموحه منكم، لكن العوده اليوم، اليوم بمانجا ون بيس، وان شاء الله ما يجي لاحد، احنا مغلقين كل الحاجات المتاخره باذن الله تعالى. ايضا الخبر الجديد والمهم والمدوي ان محمد نعمي راح يدخل مانجا ون بيس وراح يسوي لها لايف ريكشن من الفصل 1000 لين الفصل 1044. وباسم النمر الوحش 5 جيفت صب من بداية البث ليفل 3 هاي بترين اريجاتو. طيب زي ما انتم شايفين، شكرا لك بعد قلبي على دعمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك على الجميع الجمعة. ايه هذه عندنا غريضة بعدين ان شاء الله. عزيز يقول عظم الله اجركم واجر واجرك، الله يجزاك خير. الغلاف الثامن من رحلة جيرما 66 عديم المشاعر، ماما في رحلة استكشافية لنبدأ البحث. بدينا بسم الله، بسم الله يلا. بس لاحظ انهم مثبتين العيال الجرمه وناويين يقصقصونهم، واحده من بنات البيج مام يبون يعذبونهم ويقصقصون، فالانقاذ قادم وما سينقذهم غير بدر، والله اعلم. تيتش بدر تيتش سانجي ابوي او بدين، ننتظر ونرى ماذا حدث لي، كيف ما زلت قادرا على الوقوف. من اللي يتكلم الحين؟ لوفي. لا 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 لوفي، مين يقول هالكلام؟ رغم انني خسرت. لا لوفي، لوفي ايش قلت يقول؟ رغم انني ايش؟ خسرت الا انني اشعر بالمتعة. اه قاعد يضحك. دوم 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 روح الطابل طابل تضرب. مومنسكي وصل، مومنسكي وصل، ها؟ من قوة الهاكي مومنسكي يرجف. لا قاعد يسمع دقات القلب. لوفي هاكي ملكي، هو جوي بوي؟ هذا ما قاله زينيشا؟ برج الدماغ الايسر دار المتعه. يا راجل هل استعدت وعيك يا سيد القرصان؟ لوفي قاعد يسمع دقاته بحته ويسمعنا ساحه العرض، ها؟ كلهم يستشعرون به. هو فتى قبعه القش. حياكم جميعا. يسلموا يا حسين. اريجاتو يقول عظم الله اجركم اجرنا واجرك، الله يجزاك خير. قبعه القش يبدو انه ما زال حيا. لوفي حي، اريكي ما زلت حيا. الأرض المقدسة ماريجو، قصر بنجايا، قاعة السلطة العليا، ضحينا بأحد خيرة عملائنا وأثرنا غضب كايدو، فهل كان الأمر يستحق ذلك حقا؟ ماذا لو قلت لك بأن هذا سيؤدي إلى مستقبل أفضل؟ فالأهم أننا نتخلص مما يثير قلقنا. لا طالما حاولت حكومة العالم على مر العصور الحصول على فاكهة المطاط، لكن جميع تلك المحاولات طوال 800 عام باءت بالفشل. وكانت لا كانوا ينقلونها جايبينها لهم بس ما جاء شخص لقطها، وكانت فاكهة الشيطان هذه تهرب منا. علما بأن هذا الاحتمال وارد، لأن فواكه الزول لها. ها؟ اصبر اصبر تكفل. ها؟ زول زول لا إرادة، زول مستقلة، فما بالك من فاكهة تحمل اسم إله؟ الآخر المطاط هو فاكهة الزون. هيتو هيتو إنسان إنسان، وهي فاكهة زون أسطورية بنص بصنف نيكا. إلى الشمس إنسان إنسان إلى الشمس. يا تم شوف لوبي ناقص في السماء، لوبي ناقص في السماء عند القمر. التصوير شوف التصوير يخرب بيته، انا على بالي يتذكرون هذا لوبي، هذا القمر في هاله وراه.
يمتلك جسد خواص المطاط الطبيعية. ياس قال لكم هالشيء. يقال بأنه يقاتل بهيئة خيالية لرسم الابتسامة على محي الناس. إنه المحارب المحرر ويعرف أيضا باسم إله الشمس نيكا. يمنح الإيقاظ جسده المطاط مزيدا من القوة والحرية، ويقال بأنها القدرة الأكثر هزلية في العالم. قدرة غبية ضعك هزلية ولكنها. ونيكاشي في الطابق الثاني مستودع كنوز. هيوري أنا أيضا أحببت أودن، فكري في الأمر مليا. من اللي يقول كذا؟ هذا أوريجي. فأنا ضحية كان يستغلها أي كلب، أي كلب يا حقير. لذا انزعي مسمار الكايروسكي عني ونهرب معا. لقد أقدمت على خيانة جميع الساموراي الذين أحسنوا إليك. هذا هيوري الجلدة. فمن عساه الآن سيصدق هذا الهراء الذي تفوهت به؟ ألم يصن والدي الوعد الذي قطعه؟ ظل يرقص معرضا نفسه للسخرية. يا ربي يبعد قلبي أنت والله. طوال الخمس سنوات ظنا منه بأنك أنت وكايدو ستفيان بوعدكم السري وتغادران بلاد وانو، لكن لقد أخفى كل هذه التفاصيل حتى عن عائلته. كان والدي رجلا يفي بوعوده، لذا توقع الأمر ذاته منكما عندما وعدتما بتحرير البقية في حال صمد ساعة كاملة في قدر الغلي. قاوم بكل بسالة حرارة الزيت المغلي وهي تحرق جسده. كان في تلك الفترة يضحك دائما كعادته، رغم أن جميع أهل وانو كانوا رهائن تحت سطوتك. لا ينسعني تصور مدى العذاب النفسي الذي صبر عليه والدي وحيدا على ذاك. يا الله عنده فاكهة صدقني. ما بك يا هيوري. برافو أبي. ألا تكتئب؟ الله فلاش باك أنا متعب. فلاش باك لا أكترف. مشكلة بنتك والله. أتعرفين لماذا؟ لأنكم إلى جانبي. الله حقا. إذا أعدك بأنني سأبقى معك دوما. عزيتي إليك معك حق. كان أودن ساموراي عظيما، وبصفة الشوغن سأكرم ذكرى والدك. قول عطوش يا صفاقة قطة القناع. أخرس أخرس أيها الوقع. فأنا كوسكي يوري. عشت حياتي فخورة باسم والدي، حتى عندما كنت أتضور جوعا وأرتدي أرث الملابس. لم تكن تستحق منصب الشوغن ولو ليوم واحد. أنت مجرد أحمق عديم الشرف، أزهقت أرواح العديد من الأبرياء خلال فترة حكمك. مهلا توقفي إياك يتبع عليها، فالانتقام مفهوم عفى عليه الدار. وحتى أن قتلتيني، شوف من يتكلم، فحتى أن قتلتيني فلن تقتلي فلن تنتصر على كايدو. وريتشي جاها ما مات العلل حتى حين. لقد أخفقت. ها يقوله هل أنت كانجرو؟ حال دعيتي بالفعل جئت في وقت هذا في وقتك، فهذا هو المسرح المثالي لأداء جوالك إيهز. فهذا الوقت المثالي لأداء عرضك الأخير. أحرق تلك المرة حالا. قوها. يمكنك تسمية عنوان هذا الفصل الختامي بالمرة التي فشلت بالانتقام بعد 20 سنة. يا لها من قصة مأساوية. هل اقتنعت الآن يا هيوري؟ يجب أن يدرك بقايا عشيرة الكوزكي بأن الحظ حليف الأقوياء. أريتش زاما أوي، أنت تسير باتجاه الخاطئ. جاي حرق. سيبزغ الفجر لا محالة. كنجرو يا غبي ساعدني، ساعدني يا يوري أنا أحترق. عشيرة الكوزوكي تفي دائما بوعودها. طعني. أشعر أنني أستطيع فعل ما أريد. الأكثر حرية، الأكثر حرية. لذا يبدو أنني قادر على مواصلة القتال. صوت نبضات قلبي مضحكة. هذه ذروتي. يا جماعة ما الذي حدث لكم؟
ماذا؟ شوف جنوده كلهم قاعد يتسدحون، كلهم قاعد يتسدحون من الذي في السطح. هيوغرو ما طاح كل الاعداء بس طاح. اي هيوغرو قوي عنده حزين ايش فيه؟ لا يعني نختار، يعني نختار توجيه. اي يمكن ما ادري والله. من الذي في السطح؟ ايه ارتعب ارتعب يا كلب. ما الذي يحدث؟ حكي ملكي، من الذي اطلقه ومن اين؟ شوف قاعدين يطيحون يطيحون. يمين يمين اول يمين. جابه كذا مخرعني انا، ما بكسر شيء جاب. انا بكسر شيء. شوف كذا مسكه من بطنه كذا. ماذا؟ شوف 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 مسكه من بطنه. اصبر اصبر. قبعه القش لوفي. شوف 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 يطلع عليه من فوق. اوه كايدو سان. جر كذا على بوب سحبه للصالحه جابه. اوه شوف شوف ماسكه كذا، ماسكه كذا وعضل يده كذا. ضخم يده ضخم يده. انا برسل له واحد قلت له بيسوي لي شي 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 بوم بوم شي شي الهولك في شي 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 جيري قبعد القش ما زلت حيا إذن تسعدني رؤيتك بعد ما جاءت دوخة بولو بريف يضحك يضحك حركة الضحك مسك ال... شو مسك؟ مسك الأرض؟ ايه كنا مسك الأرض وجرها. ايه جرها صد شيء ضحك. يخرب بيت القوة. شنو حولها مطهات؟ حول الأرض مطهات؟ طالع يردها عليه وقاعد يضحك علي. قاعد يضحك. وصل القتال إلى مرحلة النقاب. أعتذر عما فعله ذلك الغبي، لم أكن أرغب في الفوز بتلك الطريقة. لا عليك، لنحسم الأمر الآن. وصل القتال إلى مرحلة الأخيرة. يا الله 10,600 واحد معنا في البث. يا الله يا الله بكم جميعا. يخرب بيت الهيبة، يخرب بيت الهيبة. شو من الملونة؟ شو من الملونة؟ في بس 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 شو اسمها نيكا. هذا هو هنا شوفه فوق ينقز من زين مجنون. الى الشمس نيكا ما يدرون انه صح لهالدهين. شعره شوفه شعره ناري. تحس انه ما تحول يعني كذا بس شعره قلب ناري. إيه ناري وزي الهال اللي وراه دخان. لا عليك يخرب بيت الفخار. طيب مو بناري، ممكن في الانمي يختلف ترى. يمكن في الانمي يختلف. هذا هذا المشهد اجمل. والله فخم اقسم بالله اجمل مشهد في الفصل كله. خليت اطعنتها. ايش اطعنت؟ بدعنا حرقه ذاك الغبي بيقتل. شوف شوف الاحباط شوف استعباط. عيونه طلعت من مكانها. جر الارض جر الارض. مطاط قلبها مطاط. يوم مسك قلبها زي المطاط. صحيح عشان كذا الضربه ارتدت. اي يعني فعلا القاضي خلي كل الخواص المطاط تدق لكل شيء. جير فايف زون يعني زيها زي شو اسمه. حنا نقرا كل التعليقات يا شباب والتحليلات ويمكن انضم لنا ناس. فكذا نصير وصلنا الى نهايه هذا اللايف رياكشن الجميل والرائع. نبدا الحين جلسه النقاش. انا توهقت ما ادري شو اسوي الحين. بنرفع لكم على انستغرام وعلى موقع الالكتروني ان شاء الله تابعوه هناك يا جماعه الخير. والسلام عليكم وتعالوا نشوفكم في النقاش. مع السلامه. الموسم راضي يطوعني من حماس. ضغط تسجيل. عندي.